الجائزة الأولى تمنح للممثلين يوسف مصطفى والساعات والدقايق اللي انا حطيتها وانا بعمل اللي عليها.
حاجة أهم مرة هو الوقت اللي أخذتوه في حياتك في الساعة كافة. بالنسبة للدخان في القاهرة الأيام اللي أنا شفتها النهاردة في الغدا والسعادة الأيام اللي مش هينسوها وهم في السلطات هذه الدولة. أكون زي ما جائزة جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل تمنح العرض المسرحي الذي حقق التكامل في كل عناصره وهو مسرحي ذا شوي بجميع التحية.